كوره في بلديه المحله مع كابتن ناصر النينش، ابو محمد النينش. وكان في ماتشين وديين بين البلديه والاسماعيلي، فربنا وفقه وكابتن الله يرحمه محمد سونه محمد فكري شافوه فطلبوا اني اروح الاسماعيلي. اول مدرب كان الكابتن صبري منياوي، كان صعده معاه في كافيه دوره في السودان وعنده 16 سنه. وبعد كده جه اللي صعده تاني مارك فوت. عمر اداؤه الهجوم اتغير في عهد فايلر. كان اول تدريب له في النادي الاهلي كان يوم حنته، حضر تدريب وجه هنا بالليل حضر الحنه وسافر تاني لان كان عنده تمرينات يوم الصبح. عمرو مع كروش افضل ولا مع برادلي افضل ولا مع حسام البدر افضل ولا مع مين في منتخب مصر؟ هو حاليا مع كروش افضل لان بدا ياخد واجبات هجوميه، لان كل مدرب له طريقه. في الوقت اللي عمرو جاله عقد من نادي الزمالك، هل تمنيت ان عمرو يروح نادي الزمالك ولا لا؟ لا بصراحة يعني في مسؤولين من نادي الزمالك كلموني، بس أنا كان أمنية حياتي إنه يلعب في النادي الأهلي عشان الاستقرار وكده، وأنا شايف إن هو في النادي الأهلي هيبقى أحسن. عمرو لما إن شاء رب العالمين بعد عمر طويل يعني إن شاء الله في الملاعب، تتمنى يبقى في مجلس إدارة ولا مدرب ولا حاجة؟ عمرو بإذن يعني شايف يعني التدريب ملوش في التدريب، هو يبقى تدريب أعصابه كده، فهو إيه يبقى عن تدريب يعني، يبقى في إدارة في